كان changing the guidelines. يعني عايزين نوصل بصورة مبسطة المسج إن الـ guidelines اتغيرت من اهتمامها الأول إن هي تنزل الـ A1C وتظبط السكر إلى الاهتمام الأعلى اللي هو تمنع الـ complication وتقلل من حدوث الـ complication. وده طبعا زي ما حضراتكم عارفين عشان عدد مرضى الـ diabetic بيزيد. دي محاضرة مهمة جدا الكل هيستفيد منها إن شاء الله. 2040 او بعد 10 15 سنه من اللي احنا فيه دلوقتي عدد مرضى الدايبيتس خصوصا احنا في مصر بعد الحمله اللي عملها سياده الرئيس هنشوف ارقام ما كناش نتخيل ان احنا نشوفها. عشان تصدقوني فعلا في نسبه كبيره جدا من الدايبيتك بيشنت مش عارفين اصلا ان هم عندهم دايبيتس ونسبه كبيره جدا منهم مش كنترول بالرغم من كل الجايد لاينز وكل المحاضرات وكل الكلام اللي بيتقال. طيب الناس دي مشكلتها في ايه؟ يعني الناس دي هل هي مشكلتها انها بتاخد مجموعات دوائيه مش مناسبه ليها؟ تمام بنقول للطلبه بتاعتنا ان الدكتور بتاع السكر بيفصل علاج السكر على حسب مريض. بالظبط يبقى كل عيان ليه العلاج بتاعه الخاص بيه. على حسب هو بيحب ايه؟ بياكل امتى؟ ما بياكلش امتى؟ وهكذا. الحقيقه من البيج ستادز اللي اتعملت اللي هي الديسكفري ستادي واشار اليها استاذي العزيز دكتور سمير. الستادي دي ذاتها اللي كان فيها عدد كبير من الناس داخل مصر. اشتركت فيها حوالي 38 كانتري، كان عدد الناس الفيزيشنز فيها عدد كبير، وزي ما حضراتكم شايفين 16,000 عيان منهم حوالي 600 عيان داخل جمهوريه مصر العربيه. الهدف من الديسكفر دي او البوينتس اللي طلعتها الديسكفر دي ثلاث مشاكل رئيسيه. اولا ان عدد مرضى الدايبيتيك اللي هم كنترول اول اوفر ذا وورلد ما بيوصلش للتارجت اللي كل الجايد لاينز بتقول عليه. زي ما حضراتكم شايفين كله معدي ال 8%. وخصوصا في الميدل ايست عندنا احنا من الناس اللي عشان كده اغلب الناس اللي السكر عندها سكر في مصر مش مظبطين. عاليه جدا. الحاجه الثانيه اللي طلعتها الديسكفرز في التوبوجرافي بتاع المرضى اللي هم اخذوا لهذه الاستاذ ان في جمهوريه مصر العربيه عدد الناس اللي عندهم هايبر لايبيديميا اقل من الناس التانيين في الدول المشاركه الثانيه. فده يطرح سؤال يعني هل احنا مشكلتنا ان احنا عندنا النمبر اوف اوبيز بيشنتس بس بيكونوا هيلثي اكتر من غيرنا ولا ده نتيجه ان الناس اصلا مش بتحلل ولا هي عارفه ان هي عندها هايبر لايبيديميا ولا المشكله في ايه؟ بالرغم ان احنا مجتمع بيتميز بالسنه، بيتميز ان احنا بناكل اكل غلط في وقت غلط بكميات غلط، ولكن الهايبر لايبيديميا ممكن ان هي نسبتها اقل. الحاجه الثالثه اللي هو اشار اليها استاذ الفاضل الدكتور سمير ان استخدام السلفونايلوريا في فيرست لاين ثيرابي عكس كل الجايد لاينز تقريبا بيساوي البتفورمين. يعني الفيرست لاين اللي عملوا سيرفي عليه لقوا ان الناس اللي بتاخد السلفونايلوريا تمثل 33% مقارنة بالناس اللي بتاخد بتفورمين اللي هم ال 40%. لا مش كل الجايد لاينز بتقول كده، كل الجايد لاينز بتقول ذا فيرست لاين افتر education to patient physical exercise in the metformin. السكند لاينز كان تقريبا متوقع وهو اللي كلنا بنستخدمه فعلا. حضراتكم هينقص من هذه الشارت ال اتش ال تي 2 ودي لانها ما كانتش موجوده ومعتبر من المجموعات الدوائيه اللي هي موجوده في الاسواق كلها بما فيها مصر منذ فتره. وباختصار شديد المجموعه دي بتخلي السكر ينزل عن طريق البول بدون الحاجه الى هرمون الانسولين. طيب ليه بقى الجايد لاينز اتغيرت من ان هي تهتم بانها تقلل الهايبر كلاسيميا وانها تقلل الاي 1 سي ونقلت على نقطه ثانيه؟ وهل انا بما ان انا النهارده بكلم حضراتكم بهقف اسرع فانا هركز على الدبك فلوزن كون اوف ديماندر اوف ذيس مايك، هل الدبك فلوزن ده كان بيحقق التارجتس القديمه وهيحقق التارجتس الجديده ولا لا؟ دي بناء على كل اللي اتعمل هو اتعمل عليه 21 ستادز تشمل عدد كبير من البيشنتس الديوريشن بتاعتها وصلت 208 ويكس. هتستخدموه كمونوثيرابي حطوه على كل المجموعات الدوائيه الموجوده في السوق حتى حطوه على الانسولين وشافوا كومباريزون بينه وبين الاذرز اورال انتي دايبيتكس
والسيفتي بتاعته على الكارديو فاسكولار سيستم والسيفتي بتاعته على الكيدني بما ان هو اصلا بيشتغل على الكيدني. وطبعا زي ما حضراتكم بتشوفوا في البراكتيكال كل الدراسات اللي اتعملت عليه بتثبت ان هو بيقلل الاي 1 سي سواء استخدم كمونوثيرابي اور اد اون لكل المجموعات الدوائيه بما فيها الانسولين. وكل ما يزيد الاي 1 سي كل ما يزيد الريدكشن اللي بيوصل لما الاي 1 سي بتاع البيشنت يعدي ال 10% بيوصل الريدكشن اب تو 2.6. يبقى اذا نقدر نقول ان ذيس مولكيول بتثبت الديفرنت بيشنت بروفايل بتاع دي احد المجموعات الجديده اللي استخدمها لتقليل نسبه السكر في الدم. وطبعا كل 1% ريدكشن في الاي 1 سي العيان بيستفيد منه زي ما حضراتكم شايفين. دي اليو جي بي دي اس الدراسه الكبيره اللي كلنا بنرجع لها اللي بتقول ان كل 1% ريدكشن في الاي 1 سي بيستفيد منه العيان على كل مستويات الكومبليكيشنز اللي حضراتكم بتشوفوها في البراكتيكال بتاعكم. بالاضافه لكده ديس مولكيول هاد تو ريديوس ذا بلاد بريشر. ما نقدرش نقول ان ده دواء مستخدم لمريض ان انا اصبغ بيه ضغط، ولكن بما ان عيان الدايابيتس اللي هو بيبقى بيز وعنده هايبر تنشن لو اديت مجموعه تظبط السكر ولها بيوند جلايسيميك كنترول اذر بنفيتس ده هيبقى مهم، خصوصا ان كل 2 ملم بيربري ريدكشن بالنسبه للبلاد بريشر بتساعد في الريدكشن بتاع الاسكيميك هارت ديزيز والستروك مورتاليتي. البيوند جلايسيميك كنترول هذا الدواء بيساعد في الريدكشن اوف ذا ويت، بيقلل الويت بتاع العيان، ودي من ضمن التارجتس اللي احنا بنهتم ليها خصوصا لما يبقى اول بيشنت بيبقى اوبيس. ممكن ناس تقول ان الريدكشن اوف ذا ويت ده يرجع لان العيان ده بيبعته باليوري، عشان احنا قلنا ان الدواء ده او المجموعه دي بتنزل السكر عن طريق البول عن طريق الكدني. لما جو يقيسوا في الكلام ده لقوا ان الريدكشن اللي بيحصل في البولي ويت ده بيحصل نتيجه ريدكشن في الفات ماس، ما بيحصلش نتيجه ريدكشن في اللين تيشو. وده يؤكد ان فعلا ان المشكله مش في ان العيان بيحصل له بولي ويت. طيب ليه بقى الجايد لاينز اتغيرت؟ ليه الجايد لاينز الجديده بدات تبص بنظره اشمل واوقع ان هي تمنع او تقلل الكومبليكيشن علشان تمنتين الجود كواليتي اوف لايف؟ كل الترايلز او الدراسات اللي اتعملت علشان تشوف الكومبليكيشنز اللي بيعدي بيها البيشنتس اثناء ان هو عنده دايابيتس وهو مش كنترول، لو ان كل الحاجات الى حد ما بتتحسن ما عدا الكدني التحسن فيها كل الحاجات اللي اتعملت قالت ان هو على مدار السنين ما بيبقاش فيها تحسن ملحوظ مقارنه بالباقي. وبما ان الكدني والهارت ار كونكتنج اورجنز كل مشكله في الكدني هتنعكس على الهارت لدرجه ان الناس اللي عندهم كرونيك كدني ديزيز لهم ان الوفيات بتاعتهم بتبقى اعلى من ان هم بيصابوا بكارديو فاسكولار بروبلم عن ان هم يجي لهم اند ستيج رينال ديزيز اللي هو بيبقى موجود في بعض البيشنتس الدايركت. وبالتالي الرينال اند كارديو سيستم اوت كم شود بي كونسيدر توجذر، خصوصا ان احنا كان في حاجات ما بنلتفتش اليها واحنا بنبص لعياننا الدايركت زي الهارت فيلير مثلا. الهارت فيلير الناس الدايابيتك عندهم 33% جريتر ريسك اوف هوسبيتاليزيشن من الهارت فيلير بيحصل لهم. الدايابيتك كارديوباثي من الحاجات اللي بتحصل في الدايابيتس بيورلي نتيجه الدايابيتس. الدراسه دي اتعملت خلوا ناس دايابيتك وعملوا لهم ستريس اي سي جي عشان يتاكدوا ان هم ما عندهمش اسكيميك هارت ديزيز، وشوفوا اذا كان عندهم كارديوميوباثي ولا لا، وبالتالي هيبقى الكارديوميوباثي ريليتد للدايابيتس. فلو ان 16% منهم عندهم دايستوليك ليفت فنتريكولار ديسفانكشن، 27% سيستوليك، 25% كومباين سيستوليك اند دايستوليك. يعني بمعنى 68% من العيانين اللي عندهم تايب 2 دايابيتس بيحصل لهم ليفت فنتريكولار ديسفانكشن 5 years after تايب 2 دايابيتس. والهارت فيلير اللي بيحصل عندهم ممكن بيبقى 2 تايمز ايذر ذس ريفيرد ريزيرف ايجكشن فراكشن او ريديوس ايجكشن فراكشن. النقطة الثانية الدايابيتك نيفروباثي، الدايابيتك نيفروباثي من الحاجات اللي كلنا بنشوفها، one of the famous complications of diabetes.
سواء على انها بتحصل بنسب مختلفه بتعصب مختلف بالنسبه للكيدي. نقل البلوريك رينال امبلورمنت بتوصل ل 8.7%، الالبيبلوريا رينال امبلورمنت 13%، الالبيبلوريا مزوج رينال امبلورمنت بتوصل ل 35%. علشان كده الكونسنسس الجديده بتاعه 2018 الاي دي اي اي اس دي لما جت تطلع قسمت الناس بطريقه مختلفه عن الكونسنسس القديمه. قسمت الناس اللي عندهم مشكله في الهارت ومشكله في الكيدني مختلفين عن الاذر جروبس اوف بيشنت، وقالوا ان الناس دي لما اجي اقيمها او ابص لها هديها تو تايبس اوف جروبس، يا اما الجي ال بي 1 ريسبتور اجنس او الجي ال تي 2 انهبيتور، وبعد كده يشوفوا الاهتمامات بالنسبه للبيشنت والدكتور اللي بيعالجه، سواء هي نقطه ان انا هقلل الهايبوغلايسيميا او هيبقى عندي مشكله الويت او هيبقى عندي مشكله البوست. لكن لو جينا نبص على في الكل الاهتمامات دي هنلاقي ال جي ال تي 2 له مكان ومكانه ثابت معانا في قصه البوست، مع ان هنا في مصر طبعا يعتبر اقل من الاماكن الثانيه. طيب الجارد هارتس دي استندت على ايه؟ استندت على الفرق البصري الاوتكمز، اتعملت علشان تثبت السيفتي والتولربيلتي والافكاسي بتاعت المجموعات دي اون دي هارتس. زي ما حضراتكم عارفين اتعملت دراسات على الدي بي 4 وعلى الجي ال بي 1 وعلى الجي ال تي 2. الدي بي 4 قالوا ان هو سيف على الكارديو باسكولار سيستم، الجي ال بي 1 تو ترايلز اتعملوا وقالوا ان هو بيقول ان هو سيف في البيت من فيشر افكت. لو جينا نبص على ال جي ال 2 هنلاقي ان في ترايلز اتعملت اللي هم التومين الابا والكانا والدكلير. الدكلير الحقيقه من الترايلز اللي انا في رايي تعتبر تو سم اكستنت وان اوف ذا بيج ترايلز، لانها عدد البيشنس اللي فيها بيمثل 17000 عيان. بتتميز ان لا هي البرايمري اندبوينتس بتاعتها لها تو برايمري اندبوينتس على مستوى البيس وعلى مستوى الهوسبيتاليزيشن او هارت فيلير، بالاضافه للسكندري اندبوينتس ريجاردنج الرينال بروبلمز، وبتتميز ان هي البرايمري بريفنشن فيها كان يمثل 60%، لان معظم الناس اللي دخلت اللي هي كانت نسبه كبيره من الناس كان عندهم مالتيبل ريسك فاكتور وما كانش عندهم استابليش كارديو باسكولار ديزيز. لو حضراتكم شفتوا على الانكلوجن كريتيريا بتوع البيشنت هنلاقيهم معظم البيشنت اللي احنا كلنا بنشوفهم في عيادتنا. الناس اللي عندهم عيان راجل عنده 55 سنه او اكثر، ست فوق ال 60 سنه، وعندهم وان اديشنال ريسك فاكتور سواء ديسلايبيميا، هايبر تنشن، سموكينج، او ناس عندهم استابليش كارديو باسكولار ديزيز، ودول كانوا بيمثلوا في الديكلير نسبه اقل 40%. لو جينا بصينا للتجميعة دي هنلاقي امتى راجع اكتر من 99% سكند بريفنشن، الكالبس كان 65% سكند بريفنشن، الدكلير كان 40% بس، والبرايمري بريفنشن 60%. ولقى ان في significant reduction in hospitalization of heart failure and deaths among this group of patients. بالنسبة للبيس كان الريدكشن numerically ولكن هو مش significant. ولو من الهوسبيتاليزيشن في الهارت فيلير بيقل سواء العيان عنده ايفيدنس اوف استابلش كارديو باسكولار ديزيز والهارت ريسك فاكتور فور النقطة المهمة الثانية بالنسبة للكيدني، الناس اللي كانت انكلودد في الستادي دي كانوا ناس سم اكستنت ناس نورمال، الاي جي اف ار بتاعهم كان 85 والمايكرو ماكرو البلوريا كان 30، يعني كانت تقريبا ناس نورمال. كان الهدف من الترايلز دي ان هم يشوفوا البروجريشن او الرينال دامج اللي بيحصل، هل الجروب دي هتقلله ولا لا؟ كانوا مستندين على الكريتيريا ان يا اما العيان يحصل له 40% ديكريز في الاي جي اف ار، او يحصل له اند ستيج رينال ديزيز، او يجي له رينال بس. وزي ما حضراتكم شايفين اكثر من ناس استفادت من هذه الجروب هم الناس اللي عندهم استيميت الجلوبال فلتريشن ريت فوق ال 90، يعني في سب اكستنت ناس كومبليتلي فري. ال دي سب اناليسيس من الديكلير ال 12
2019 كان على اساس ان هم يشوفوا قصه ان الماس بتاع الماس ما طلعتش سيجنيفيكانت. فاخدوا جروب من البيشنتس عندهم برايمري مايوكارديال انفاركشن وجروب ما عندهمش مايوكارديال انفاركشن وشافوا على مستوى الهارت فيلير والهوسبيتاليزيشن الهارت فيلير والكارديوفاسكولار ديث لقوا ان في سيجنيفيكانت ريدكشن سواء ان العيان عنده برايمري مايوكارديال انفاركشن او ما عندوش برايمري. على مستوى الميس الريدكشن كان في الناس اللي عندهم برايمري مايوكارديال انفاركشن وما كانش فيه سيجنيفيكانسي بالنسبه للناس اللي ما كانش عندهم. وده يؤكد زي الامباكت والكامبس ان الناس اللي بيستفيدوا فور ذيس جروب اوف بيشنتس هم الناس اللي عندهم بيبقى عندهم يعني بوينتس الهوسبيتاليزيشن او هارت فيلير او الكيدي الناس اللي هم عندهم برايمري بريفنشن. برضه من البوينتس اللي ميزت الديكلير ان هم كان عندهم بيس لاين للايجكشن فراكشن اوف ذا بيشنت كان عندهم عدد كبير من الناس قسموهم على حسب الايجكشن فراكشن ناس عندهم هارت فيلير ويز ريديوس ايجكشن فراكشن وناس عندهم هارت فيلير ويزاوت ريديوس ايجكشن فراكشن وكانوا بيقارنوا ويشوفوا الايفكت بتاع هذه الجروب على بتنزل عند ايجكشن فراكشن كام. وزي ما حضراتكم شايفين بالنسبه للناس اللي عندهم هارت فيلير ويز ريديوس ايجكشن فراكشن على كل المستويات كان الريزلت سيجنيفيكانت وكان البيشنت اللي بيحتاجوا تريتمنت عددهم قليل جدا 11 و18 و19. علشان كده الجايد لاينز طلعت علشان كده الجايد لاينز طلعت this message in the use of GLT2 inhibitor although most patients studied had established advanced cardiovascular disease at the baseline, the reduction in the heart failure has been shown to extend the primary prevention population. So my summary, patients with type 2 diabetes present with various cardiorenal comorbid which are closely interconnected. Hospitalization for cardiovascular disease are substantial burden in patients with type 2 diabetes. Sodium glucose for transporter 2 inhibitors are associated with significant lower cardiovascular and heart failure event. They claim the broadest, largest, and longest trials with the largest population and number of type 2 diabetic patients and low cardiovascular risk in which dapagliflozin has fewer MACE events and a significant reduction of the hospitalization for heart failure and cardiovascular deaths. Dapagliflozin also slowed the renal disease progression in type 2 diabetic patients with relatively good baseline renal function and safety.